السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة زوها تي في. تابعوني في الوصفة ديال اليوم وشجعوني باللايكات والتعاليق في أسفل القناة، واللي كيزور القناة ديالي لأول مرة وعجبته الوصفة يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم الوصفة ديال المسمن بالقمح. كيف كتشوفوا القمح الكامل غادي نديروه ان شاء الله بواحد النكهه ديال الزعتر، غادي يجي رائع وبنين ما عمركم غادي تستغناو عليه ان شاء الله في الفطور ديالكم ولا حتى في الكوتي. بسم الله على بركه الله. هنديرو الطريقه معاها المقادير. هنا عندنا الدقيق ديال القمح، تقريبا عندي هنايا كيلو وربع. نزيدو عليه شويه ديال الملح، وهنايا عندنا الزعتر يكون بلدي او الزعتران اللي عندكم. غادي تشدو الزعتر غادي تنقيوه مزيان ويتغسل مزيان بالماء البارد. من بعد ما نكونو درنا الماء يغلي حتى يغلى الماء مزيان، وغنديرو فيه داك الزعتر ونغطيوه، ديك الكسرونه نغطيوها كامله حتى يبرد لينا داك الماء، وعاد ديك ساعات نعجنو به ان شاء الله الطحين. للتذكير هاد الطحين راه معاه لا فورس لا والو، يعني بوحديتو. هاد المسمن غادي يجي صحي 100% ان شاء الله وغادي يعجبكم. غنبقاو على هاد الطريقه، نبقاو نزيدو الماء غير بشويه بالتدريج بشويه بشويه، وندلكم حتى نكملو الدليك ديالو ان شاء الله، وعاد ندوزو للمراحل الاخرى. بعد ما دلكنا العجينه ديالنا تكون على هذا الشكل هذا، ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه بزاف هكا، يعني الا كنا غنعجنوا الخبز ديال الدار كنديروا هذا القمح كيكون شويه العجينه ديالو كتجي شويه جاريه، الا كان مسمن كتكون شويه قاصحه. نخليوها ترتاح شي شويه ومن بعد عاد نكملوا. نديرو شويه ديال الزيت الروميه، نخلطوها مع شويه ديال البلديه، اولا بغى يدير كل واحد يدير غير، تقدروا ديروا غير البلديه بوحدها ولا الروميه بوحديتها. عندنا هنايا شويه ديال الفينو اولا عندكم السميده رقيقه، نزيدوا عليها خماره، نخلطوها مزيان وهي اللي غادي نديرو في المسمن. نخلطوها هكذا مع ديك السميده صافي، ونخليوها على جنب ونبداو في الطريقه ديال اللي غنلبن بها المسمن. نسرحو مزيان، وراه كلشي تبارك الله كاع العيالات راه عارفين كيفاش يديروا المسمن العادي. هنا المكونات اللي مختلفه في هذا المسمن هذا، واكيد هو اللي غادي يدير الاختلاف مع المسمن العادي اللي كنديروه معتمدينو. هاد زيت العود كتعطيه واحد النكهه خاصه يعني في الطياب ديالو كيجي مزيان. نديرو ديك السميده هكذا مع ديك الخماره ونطويوه. انا ما غنديرش وحده في وحده، يعني غنكتفي غير بوحده بحال هكا ونحطها على جنب ونعاود وحده اخرى باش دغيا نسر بيه ونسالي. وغادي تشوفوا فاش غادي تجربوا هذا المسمن. نبقاو على الطريقه هذه حتى نكملوا ان شاء الله ونشوفوا النتيجه النهائيه. سي بون.
بعد ما صابناهم كاملين نبداو دابا نصابو ديك الاولى اللي بدينا بها، نديروها في المقله، نرشو المقله شويه بالزيت وعاد نديروها.